صباح الفل والياسمين لأحلى المتابعين، مرحبا بكم من جديد في قناتي. في الفيديو هذا باش نوريكم فكرة جديدة لصنع مقلمة بمناسبة العودة المدرسية. الطريقة جدا جدا سهلة وبسيطة، لكن قبل ما نشوفوا الفيديو ما تنساوش دعم القناة بالضغط على لايك وترك تعليق. إذا كنت أول مرة تشاهدني ما تنساش الاشتراك في قناتي والضغط على جرس الإشعارات باش يوصلك كل جديد. نشوفوا مع بعض الآن الفيديو. باش نستعمل هوني ورق الجوخ لصنع هذه المقلمة. إذا مش متوفر عندكم الورق هذا أو هذا القماش، ممكن تستعملوا أي نوع قماش آخر، لكن أهم شيء إنه القماش ميخرجش خيوط في الأطراف، لازم القماش يكون بهذا الشكل وفي نفس الوقت يكون سميك. باش نحتاج الى مجموعة من الالوان، باش نحتاج الى قطعة صغيرة من اللون البني والاسود والابيض، وباش نحتاج الى اربع قطع من نفس اللون. اذا مش متوفر عندكم ممكن تستعملوا لونين مختلفين. كما تشوفوا هنا عندي قطعتين رمادي فاتح وقطعتين رمادي غامق. بالنسبة للقطعتين هذوما أنا قمت بخياطتهم مع بعض لأنه الورق اللي عندي حجم صغير، القياس هو 15 سنتيمتر على 15 سنتيمتر. طبعا يفضل استعمال قماش حجم كبير، أهم شيء أنه القماش اللي عندكم حجمه أو القطعة الواحدة حجمها يلائم حجم الأقلام اللي باش تستعملوها. كما تشوفوا هذه الأقلام اللي عندي، إذا باش تستعملوا حجم كبير من الأقلام يفضل تستعملوا يعني قطعة من القماش تكون كبيرة. كما سبق وقلت لكم أنا قمت بخياطة القطعتين هذوما مع بعض باستخدام آلة الخياطة. طبعا أنتم ممكن تستعملوا الإبرة والخيط. الآن باش ناخذ القطعة هذه ونثبتها فوق القطعتين بهذا الشكل، باش نقوم بالخياطة على الأطراف الثلاث. إذن هذا الشكل اللي تحصلت عليه بعد الخياطة، إذا أصبح الطول هو 30 سنتيمتر تقريبا، لأنه كما سبق قلت لكم طول القطعة الواحدة 15 سنتيمتر، إذا القطعتين هذوما تعطينا قياس 30 سنتيمتر. الآن باش ناخذ الجزء هذا ونقوم بأخذ قياس 3 سنتيمتر، ثم نقوم بكسر القماش بهذه الطريقة. بعد ذلك باش ناخذ اي شيء يكون مستدير ونقوم بتشكيل الطرفين هذوما. في البدايه باش نقوم بالرسم باستخدام قلم الرصاص، بعد ذلك نقوم بقص القماش الزائد. نحاول اني ناخذ نفس القياس اللي خذيته في الجهه هذه، حوالي 2.5. نقوم الآن بالقص. إذن هذا الشكل بعد القص. الآن باش ناخذ قطعة القماش هذه اللي هي من نفس اللون، نحطها بهذا الشكل، نحط النقطة هذه في المنتصف، باش نثبتها باستخدام الدبوس. الآن باش نقوم برسم الخط هذايا،
باش ناخذ قياس المحفظة. كما تشوفوني انا حددت قياس المحفظة، لكن في الطرفين هذوما باش نقوم برسم الشكل التالي. هذا هو الشكل اللي قمت برسمه. باش نحاول اني نصغر شويه من حجم الاذن او القرني البومه. طبعا انا مش نقدر اني نرسم نفس الشكل بالضبط، لذلك باش نقوم بثني القماش ثم ناخذ الرسمه. نقوم الآن بنقل نفس الشكل. هذا الشكل اللي تحصلت عليه. بالنسبة للخطوة التالية باش نقوم برسم خط مائل. من نقطة هذه حتى النقطة هذه. بعد ذلك باش ندور شويه من الخط هذا باش نعمل مستدير قليلا في المكان هذا. طبعا انا هوني اكثر مسافه يعني طلعتها هي 1 سنتيمتر. نقوم بقص القماش الزائد بعد ذلك نقوم بثني القماش. وناخذ نفس الشكل هذايا. ثم نقوم بالقص. طبعا القطعة هذه باش نقوم بتثبيتها في المكان هذا فيما بعد، لكن قبل ذلك باش نقوم بتحضير عيني البومة. باش نحتاج الى اللون الاسود والابيض. باش نقوم بقص دائرتين كبيرتي الحجم من اللون الابيض ودائرتين صغيرتين من اللون الاسود. باش نستخدم هذه الدائرة في تحديد او رسم شكل الدائرة. تقريبا القطر 3.5 سنتيمتر. باش نقوم الآن برسم الدائرتين ثم قصهم.
بالنسبة للدائرتين الصغيرتين القطر تقريبا 1.5 سنتيمتر. نقوم الآن بتركيب العينين بهذا الشكل. باش نستخدم هوني الإبرة والخيط في التثبيت. نقوم الآن بتحديد مكان العينين. كما تشوفوا هوني نثبتهم باستخدام الدبوس. بالنسبة للقطعة هذه ماهيش ثابتة، أنا فقط قمت بوضعها باش نحدد تقريبا مكان الصحيح للعينين. أيضا ما تنساوش تاخذوا القياسات التالية، لازم تكون تقريبا متطابقة. بالنسبة للعينين طبعا ثبتهم على الجزء هذا فقط. باش نقوم الآن بالخياطة. أنا هوني أيضا قمت بقص مثلث بني اللون من نفس نوع القماش. طبعا طريقة القص سهلة جدا، تقوموا بوضع القماش هذا بهذا الشكل، تحددوا مكان أو حجم تقريبي للمثلث ثم تقوموا بقصه. طبعا حاولوا أنه نخليوا المثلث حجمه أصغر بقليل من هذه الشوكة هذه. باش نقوم الآن بخياطتها باستخدام آلة الخياطة ثم نرجع لكم. الآن باش ناخذ القطعة هذه ونثبتها بهذا الشكل باستخدام آلة الخياطة. باش نقوم في البداية بتثبيتها باستخدام الدبوس ثم نقوم بالخياطة. اخر شيء باش نقوم به هو تثبيت القطع هذه. طبعا القطع هذه تلقاها موجودة عند محلات بيع لوازم الخياطة. اذا هذا هي الشكل النهائي للمقلمة. قبل ما نحط الاقلام داخل المقلمة حبيت نعطيكم ملاحظة صغيرة بالنسبة للأشرطة هذه. كما تشوفوا هوني ماهيش ثابتة بشكل جيد، طبعا انتم ممكن هوني تقوموا بخياطتها باستخدام الابرة والخيط. بالنسبة للقطعة هذه من فوق ممكن تقوموا بخياطتها في المكان هذايا، وقبل ما تثبتوا قطعة القماش هذه تقوموا بالخياطة، بعد ذلك ثبتوا القطعة هذه، هكاك تكون الخياطة مخفية. أتمنى يا رب إنو الفكرة نالت أعجابكم. بالنسبة للفكرة هذه أيضا ممكن تستغلوها في صنع حامل للهاتف، يعني تقوموا بصنع قطعة صغيرة الحجم على حسب حجم الهاتف الخاص بكم وتستغلوها كحامل للهاتف، أو بحجم كبير تستعملوها كحامل للتابلت أو بعض الكراسات الصغيرة. أتمنى يا رب أن الفكرة نالت أعجابكم. ما تنسيوش دعم القناة بالضغط على لايك وترك تعليق. نشوفكم في عمل قريب. باي.